يعني مشى امشالو المؤسسو مستر الكاتب العام حتى هو مير ديالو الكاتب العام ديال العمل ولكن باقي المطاف مدات ما نقدرش ندير محضر علاش حيت ما كايناش اسباب قال لك عندهم عجز ولا اولا تحيه نضاليه عاليه كما هو المعتاد كما هي الاعراف شي نهار تواجدني تمام دائرة قلعية نظرا التهميش إذا نغقين الإقصاء إذا نغقين أشبه المسؤولين تغنقى عادي بصفة عادية روتينية وخا تغذي انتقامات زي وي مع رئيس الجماعة يضغط خا رئيس الجمعية الكاتب العام الجماعة بويافا نستمر نقاوم لكن انا نتصادم دي سيمانه يعذون نتصادم دي نوفا كاد غاص وحدينا نسفت انت سيمانه يعذون سبدنت واقين لي على لا سبدن واقين ديج نحاشت وسين سبدنت باي والمهم واقين ديج نحاشت كانت طلبة غاص الصباح باش دقن باش التحق انت غينزا باش التحق نغال الجميع هذا حنا الجميع غان وفين نقل والو تحرمي بدا يشد خاص انت ونزا كتازي 60 طلبه شد خاص نونزان قاعد نروح نغير سياره سن جمعيه ني نشاو الضيق يوقع المشكل انا تفن كانت السياره نكمنايا نكا اجتماع دينا الثلاثه نكا شكل نضالي غال الجماعه نكا اجتماع صافي نفغ الحلول اننا نشاو دي استمر نقل الجامعه ونيت غاو عشي غا 12 تجيرت عفوا اننا نشاو دي قان مين نكاو غادي نوالو تو غادي نقايد يتحمل زيمين باري يتحمل المسؤوليه المسؤوليه الكامله لانه تو يحظى انت كسلطه اذا شي تنصدم لان شقوا نكي والو قاثي وشان قال اجتماع نغني كذا كذا نروح غا العماله نتوجه غا العماله مع العلم انه رقيد نروح غا سكتاسي ست ايموان نروح غا العماله ايناش الكاتب العام راه ما فراسي والو ايناش هاد التواصله غير غا يسير قايد الناس كاس اجتماع رسمي اديري موقع اديري رسمي باش راديش اشكال وايتيري خون كاع رقايدي تهرب رقايدي تهرب زي الزمانية وايكيبو اجتماع رسمي إلا غاد خانا غينا شاودي الطلبة قاش ناقش غاك فراند فرانا كرئيس الجماعة ناقش غاك كرئيس الجمعية أننا شاق النقل ذيبت النقل الجماعي تنسبد يعني شهري غاس نتغوري غا الطلبة أزي ستحرمن باش تس تكون هذه التاكسي خصيش 10000 فرانك نشيل باش نسن الطلبة تاع هذي النقل الجماعي قان ذا ذي سروان مارض الطاوي في الجحن ما رد توني بحايا ذوينات ما رابا بس غاس التمنية تفت الموظف ذي الجماعة أنا ذي الموظف هو بسيط نصادم أنه هو ذي نبو الحل رقايد واجيبو المحضر واجيبو الشغل الناس ما راغاس شان العلاقات الشخصية الناس أك الكاتب العام للجماعة من أني تغيما شخصي الناس واثي ذوي تاوي أثيق ذي ما هو خاص للجماعة القيادة عفوا قادين تواتو اخمانايا يتوات اكيسن خل ملف الطلبه هذه تحمل المسؤوليه رقايض امام اي جهه كانت هذه تحمل المسؤوليه نسخ تواتو اي قاخ الطلبه نشينا قا مستمرون خني ظلنا على النهج الاتحاد الوطني سنستمر عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اكيوم زينب الملياني طالبه بيولوجي السنه الاولى زي بويافا خصيصي روح المشكل اللي غادي نشين طلبا بني بغافر بصفة عامة هو أنه دي كادا الصباح باش نحنغا مش نبدا الكلية نتفاجأ إلا النقل متوقف بدون سابق إنذار ولا تشي إعلان ولا تشي حاجة ومن بعد غنعرفوا باللي راه دايرين منشور غير بيناتهم في جروب خاص بيناتهم شي خمسة طلبة ولا اللي كيسير هاد الجروب هو طالب فقط يعني الجمعيه اللي كتسير النقل ديال الجماعه بني بوغافر هو فقط طالب والمسؤول هو غائب تماما عن اي اعلان ولا عن اي حاجه كيديرها صافي هادشي اللي كاين كنطالبوا يخصونا النقل اللي خلصناه دفعناه وما استفدناش منه وانا كطالبه بيولوجي داز عليا اكثر من سيمانه هذه والتيبيات والمحاضرات كلشي مشى بغينا التعويض ديال هادشي ويخدموا لينا الكيرات صافي هادشي اللي كاين الاسم ديالي نوره
انا طالبه من ابناء البلده ديال بني بوغافر. احنا كنتواجدوا اليوم على واحد المشكل، وهو مشكل اساسي، هو النقل المدرسي، النقل الجامعي. المشكل الاساسي هو التسيير، وكان عندنا واحد العشوائيه في التسيير بسبب المسيرين ديال الجماعه. كيديروا بزاف ديال الحوايج، منهم مثلا هذه السيمانه تحرمنا من النقل الجامعي ديالنا. وقفوا النقل بدون اشعار، حتى واحد ما يعرف. حنايا كيفوتوا علينا المحاضرات، حتى شي واحد ما كيحضر. الوغ هادشي حنايا كان متضررين بزاف. شكون هو المسؤول؟ راه باين المسؤولين هما اصحاب النقل الجامعي. كنتمناو حنا اليوم هنايا باش نطالبوا بهذا الحق، ونتمناو ان المسيرين ياخذوا بعين الاعتبار هادشي اللي حنايا كنطالبوا به، وكنتمناو يوقفوا معنا، يجلسوا معنا في طاوله الحوار. وديجا هادشي ديجا درنا في طاوله الحوار، ولكن للاسف ما خداوش هادشي بعين الاعتبار، وهما راه مسؤولين على هادشي، وهما اللي غيتحملوا مسؤوليات هادشي اللي كيوقع دابا. السلام عليكم ورحمه الله. بالصفه ديالي طالب من طلبه بني بوغافر، وقفنا هاد النهار احتجاجا على التهميش اللي كنتعرضوا ليه من طرف الجماعه ديالنا، ومن طرف الجماعه القياديه ديال بوغافر. تفاجأنا الاسبوع الماضي باننا فقنا الصباح مشيو نقراو، تفاجأنا بتوقف النقل المدرسي بدون سابق انذار. تفاجأنا انهم قاموا بطرد العديد من الطلبه، ما خلوهمش يوصلوا للكليه ويلتحقوا بالدروس ديالهم. لذلك وتصعيدا لذلك الموقف، قررنا اننا نجيو ننظموا وقفه احتجاجيه ضد هذا التهميش الذي نتعرضوا له، وهذه الحقره اللي كنتعرضوا لها من طرف الجماعه ديالنا اللي ما خلتناش دابا هذه ازيد من تقريبا ست سنوات، وحنا كنضلوا على كار طلبه بني بوغافر، في ظل ان الكل كيمشي لافاك، كيمشي للكليه، والدروس راهم غاديه في الكليه. الطلبه ديال بني بوغافر لازالوا يتعرضون للتهميش، لازالوا يبحثون عن نقل مدرسي، عفوا عن نقل جامعي يوصلهم من بوغافر للكليه. لذلك اليوم من هذا المنبر كنبغي نقول لاي واحد كيشوف فينا، راه الطلبه ديال بني بوغافر هذه ازيد من اسبوع ما جيناش لافاك، ازيد من اسبوع والدروس ديالنا ضايعين، من ازيد من اسبوع وحنا كنتواصلوا مع الجماعه ديالنا باش توفر لنا النقل الجامعي، ولكن ما رضاوش. لذلك نزلنا للشارع، نزلنا هنايا لهذ الحلقيه باش نرفعوا الصوت ديالنا، باش نوقفوا ضد هؤلاء المسؤولين اللي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.